حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. عندنا أكثر من 60 شهيد و35 جريح نتيجة القصف الروسي على النقاط التركية اليوم. طبعا نطلب من الأخوة السوريين المقيمين بتركيا وخاصة بالريحانية توخي الحذر والتزام البيوت، لأن الحالة حاليا بالريحانية سيئة جدا، والمشفى بالريحانية يغص بالأخوة الأتراك، وكل واحد راح يطلب المصاب تبعه والشهيد تبعه وحالي احتقان. فنطلب من الأخوة الالتزام بالبيوت. وعندنا حاليا الرئيس أردوغان طلب اجتماع طارئ لكبار المسؤولين بتركيا. حسبنا الله ونعم الوكيل على الجميع. أخذ الحيطة والحذر أخوتنا السوريين بتركيا.